عزيز عليا لانه عشنا واحد التجربه اونصومبل هي تجربه دو فويس وانا معروف عليا ما كنمشيش بزاف لهاد النوع ديال هاد الحفلات كنمشي غير الناس اللي عزاز عليا وفريد اللي عشت معاه بزاف ديال الحوايج ووقف معايا في دو فويس وجيت نفرح معاه لهذا المولود الجديد ديالو وكنتمنى ليه النجاح والتوفيق لا هو لجميع الفنانين المغاربه. اولا هو صديق وجاري كيسكن حدايا ويعني مواكبو شحال هذه تم العرس ديالو حضرت له يعني ما نحضرش ليه الاصدار ديال الفيديو كليب الاخراني ديالو ما يمكنش. فريد فنان متكامل، فريد كيكتب تيلحن تيوزع تيغني صوت جميل تبارك الله كيعزف على الات كثيره يعني جو بونس كاين بزاف ديال الاوجه ديال الشباب بيناتنا عندنا لو ميم بروفيل داكشي علاش انسان طيب اون بليس دو سا انسان من اطيب خلق الله وعزيز عليا بزاف وكنتمنى ليه التوفيق وكنتمنى الكليب اللي غنكتشفوه جميعا ان شاء الله اليوم يلقى صدى كبير عند الجمهور المغربي واستحسان كبير عند الجمهور المغربي ان شاء الله. جيت باش نبارك ليه ان شاء الله هذا العمل الجديد وكنتمنى ان شاء الله ليه التوفيق لانه فنان يستاهل كل خير ويستاهل ان شاء الله التالق والنجاح دائما لانه انسان قبل ان يكون فنان هو انسان طيب وغزال وان شاء الله ربي يسهل عليه وكنشكره على الدعوه استدعاني باش نجي نحضر ان شاء الله ونفرح معاه هذه الفرحه ديالو. والاغنيه سميتها بالقناة هي من كلمات ولحن خالد سلام وتوزيع الموسيقى داروا ميد الشريف والاخراج ديال الكليب داروا حسن الكرفتي والاداره الفنيه دارها مصطفى خونا والكليب يعني داز فواحد الاجواء زوينه تصور في الشمال ديال المغرب. الاغنيه هذه تقريبا هذه عام بس تسجلات على الكتاب اللي تخرج للوجود. الفكره جات من عند الناس اللي كيبغيو رباب وكيبغوني قالوا كيقولوا علاش ما تشاركوناش بغينا نشوفوكم شي حاجه اونصومبل وحنا صراحه ترددنا في الاول لكن قلنا لي مالا مادام الناس كيبغونا وهما اللي اقترحوا علينا هذا الشيء ورباب تستاهل انها تبان واحد الصوره زوينه لانها تستاهل الخير وجهها زويوان ومقبوله ومحبوبه عند الناس اللي مالا ما نستغلوش هذا الشيء كامل وندير واحد البرودوي زوين نبان انا والزوجه ديالي وهي مثل معايا كموديل ما لقاش شي موديل احسن منها ندير هذا البروجي هذا اللي كنثقوا فيه بزاف وكنظنوا فيه شي حاجه ديال الخير ان شاء الله. اللون ديالو راي ولكن بلو تامبر ديال فريد غنا وفيه بيان سور شويه ديال الكوميرسيال واحد الكوميرسيال اللي كيحترم الجمهور المغربي. صراحه سمر حتى هي كتعطيني واحد الفيلينغ زوين بديت نشوف فيها وكنشوف فيها هذاك الحس الفني بديت كنحسو فيها ممكن ملي تكبر ان شاء الله يبان شي بروجي اللي تقدر تادابتا فيه بنتي ونحطها في واحد الصوره زوينه اللي مالها. بالعكس هذا شرف لي تكون الزوجه ديالي والناس ما يمكن الا يزيدوا يحبوني ويزيدوا يعطوني واحد القيمه بان كنكبر بالمراه المغربيه وكنكبر بمرتي. و اش غادي نقول كنتمنى ان شاء الله البرودوي يعجب الناس. انا ما بغيتش نهضر بزاف بغيت حتى الناس يحكم. لو شونجمون دو لوك الانسان كيفكر بزاف كما تعرفوا انا عندي لي شوفو عند الراستا دونك خصني نبدا نفكر بزاف واش نحيدها ما نحيدهاش وحيت كاين بزاف ديال الناس اللي كيقول لك لا بغينا نشوفك بلا جو وكاين عاوتاني كاين بزاف الناس كيقول لا انا كنت حسان عندك دير هادي عندك دونك كيبقى داك المباراه ما تعرفش بالضبط شنو دير.